في آخر ظهور لها، اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن حركة النهضة تستغل التدابير الاستثنائية الذي قرر فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد مجلس النواب الذي تسيطر عليه النهضة وحزامها السياسي وإقالة حكومة المشيشي واعتبارها مرحلة للابتعاد عن الأضواء بعد المظاهرات الشعبية ضد حركة النهضة والقيام بمراجعات داخلية شكلانية الهدف منها هي العودة والخروج في ثوب جديد. الإفلات من المحاسبة على ملفاته الثقيلة في الفساد والاغتيالات وتشكيل جهاز سري وإرسال الشباب لبؤر التوتر في الخارج. ففي مقابلة مع موقع سكاي نيوز أريبيا، قالت عبير موسي التي تم إعادة انتخابها كرئيسة للدستور الحر منذ أسبوعين في مؤتمرها الانتخابي أن الوضع الحالي ظاهريا يوضح أن تونس تخلصت من الإخوان، لكن الحقيقة أن الإخوان لا زالوا يتحكمون في مفاصل الدولة ويتحركون بأريحية. أشارت إلى أن البلاد تواجه خطر كبير بسبب استمرار عمل فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاتحاد الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، حيث لم تتم الاستجابة لمطلب إغلاق مقراته، معتبرة أن هذه إشارة لعدم وجود محاربة جدية لما وصفته بالأخطبوط الإخواني. كما لفتت عبير موسي إلى وجود محاولات لإيهام الرأي العام بأنه تم التخلص من حركة النهضة بعد حل الغنوشي لمكتبه السياسي، لكن الحقيقة أنه توجد عملية مكياج له مصحوبة بمحاولات لإبعاد الدستور الحر من المشهد بعدما فضح مخططاته. لذلك أصبح ضروري لدى الإخوان التخلص من الحزب بعد وجود التفاف شعبي كبير حوله وحول القاعدة الجماهيرية للحزب. ما اشتكت من اختراق حركة النهضة لوسائل الإعلام الكبرى في تونس قائلة أن وسائل الإعلام الوطنية التي سبق وأن قاطعتنا في آخر فترة قبل 25 جويلية استجابة لطلب راشد الغنوشي، اليوم تواصل استدعاء من يشوهوننا ومن يقزمون نضالنا، وهناك فكرة أساسية تريد حركة النهضة غرسها لدى الشعب التونسي، وهي أن مهمة الحزب الدستوري الحر انتهت وأن الحزب لا وجود له الآن. بالرغم من الزلزال السياسي التي أحدثته قرارة سعيد في 25 جويلية والمخاض السياسي اللي تعيشه الأحزاب التونسية، فلا يزال يحافظ الدستور الحر على الصدارة في نوايا التصويت في الانتخابات القادمة، متقدما على حركة النهضة بضعفي الخزان الانتخابي. يذكر أن زعيم حركة النهضة قام بانقلاب 180 درجة في مواقفه من اعتبار قرارات رئيس الجمهورية انقلاب والتهديد بالنزول إلى الشارع والحرب الأهلية والاستقواء بالخارج ودفع آلاف الدولارات لشركات اللوبيينج والضغط، إلى اعتبار أن قرارات رئيس الجمهورية هي قرارات تصحيحية تتبناها الحركة، واعتبار أن رئيس الجمهورية خط أحمر وسيتعرض إلى عقوبة تنظيمية كل من يقوم بشتمه أو ثلبه من أعضاء الحركة. القدرة على التلون وركوب الموجة وفر لحركة النهضة في تونس فرصة للنجاة غير مرة، وهذه ماركة مسجلة باسم الغنوشي. وعندما أعلنت الحركة استعدادها لممارسة النقد الذاتي، فإنها لم تكرر إلا اللعبة التي يلعبها الغنوشي حتى وهو نائم، والغاية الوحيدة لهذه اللعبة هي البقاء في محيط السلطة إن لم يكن تولي السلطة نفسها، أو على الأقل البقاء كلاعب سياسي يرفع ويخفض، يقيم التحالفات ويقود المؤامرات. بالرغم من قيام الغنوشي بتغيير الجبة لأكثر من مرة لطيلة شهر ونصف من بعد قرارات سعيد، فإنه كل خطوات اللي قام بها في محاولة للالتفاف على قرارات رئيس الجمهورية والعودة إلى السلطة لم تقابل بأي استحسان وقبول شعبي حتى في البيت الداخلي لحركة النهضة، على اعتبار أن الغنوشي قد خاض في مثل هذه السياسات والتحالفات التكتيكية المصلحية، وهي اللي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من انهيار اقتصادي وفساد وتشرذم سياسي وعجز متواصل عن إقامة حكومة فاعلة على امتداد 11 سنة من حكم الإخوان. الأصوات الشعبية تتعالى اليوم بضرورة فتح ملف الغنوشي وفتح ملف الجهاز السري والاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر، خصوصا مع سقوط حلفاء الغنوشي بإصدار النيابة العمومية في القصرين بطاقة جلب في حق نبيل القروي حليف الغنوشي ورئيس حزب قلب تحيا تونس، وبطاقات التفتيش الصادرة في حق قيادات ائتلاف الكرامة الجناح الثاني للشيخ. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف،
بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.